استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الغينية مادي توري، وذلك قبيل بدء مراسم ختام أعمال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الوزيران عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. كما كشف شكري عن أن الجانبين المصري والغيني عقد اجتماعات اللجنة المشتركة على مدى يومين، وتم خلالها التوصل إلى اتفاقيات في عدد من المجالات من بينها النقل البحري والبيئة والآثار. من جانبه أشار وزير خارجية غينيا إلى أهمية توثيق التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب في قطاعي الأمن والدبلوماسية وكوادر الشؤون الخارجية. خلال هذه الجلسة انعقدت على مدار يومين الاجتماعات على المستوى الفني، وأدت إلى التوصل إلى عدد من التوصيات في مجال الكهرباء، النقل البحري، الآثار، البيئة، ونعمل إن شاء الله بالتوافق والاتفاق مع معالي الوزير على تفعيل هذه الاتفاقيات في الفترة القادمة. كما طرح معالي الوزير خلال تشرفه بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم رسالة من فخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي أكدت وجود الإرادة السياسية للاستمرار في دعم العلاقات الثنائية والعمل على توطين